ابن بطوطة. العالم الرحالة محمد ابن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطوطة ولد بمدينة طنجة في المغرب سنة 1304 ميلادية. اشتهر برحلاته الاستكشافية وتدوين المشاهدات والظواهر التي تلفت انتباهه. من إنجازاته تأليف كتاب عنوانه تحفة النظار في عجائب الأمصار وعجائب الأسفار الذي يعد مرجعا غنيا بالمعلومات. طبعت رحلة ابن بطوطة في باريس مع ترجمة فرنسية في منتصف القرن التاسع عشر على يد المستشرق دي فريميري. كان لابن بطوطة الفضل على الجغرافيين العالميين لأنه ترك صورا صادقة للحياة في العصر الذي عاش فيه بعد أن قطع ما يقرب من 75 ألف ميل بحثا عن المعلومة الجغرافية الصحيحة. أثنى عليه العلماء العالميون وقال عنه المستشرق الروسي كراتشكو فيسكي إنه آخر جغرافي عالمي من الناحية العلمية. أطلقت عليه جمعية كيمبريدج في بريطانيا لقب أمير الرحالين المسلمين. توفي ابن بطوطة في مراكش عام 779 هجرية 1377 ميلادية.